جبت لكم جوج ديال لي ماسك خطيرين في التبييض، ولكن مع المداومه داوموا عليهم وغيعطيوكم نتيجه مرضيه. السلام عليكم اخواتي، كنتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبافضل الاحوال وبصحه جيده. فالطلب ديال بعض الاخوات مني كيقولوا لي اختي لطيفه عطينا شي حاجه لتبييض الوجه، شي وصفات لتبييض الوجه، ولهذا قررت انني نشارك معكم جوج ديال الوصفات اللي انا مجرباهم وعطوني نتيجه زوينه. بصراحه غير داوموا عليهم البنات، ان شاء الله غيعطيوكم نتيجه مرضيه. وإلا كنتو من الناس الجداد ليا الله التحقوا بالقناه فضغطوا لايك واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، وما تبخلوش عليا باللايك ديالكم وبالاشتراك، وخليو ليا التعليق ديالكم ومرحبا بالتعليق ديالكم ومرحبا بالجميع معايا. فبالنسبه للماسك الاول ديال بياض البيض، فهو كينظف لنا البشره ديالنا من العمق، وكيحيد لنا الرؤوس السوداء، وكيحارب لنا التجاعيد. بصراحه فهو مفيد بزاف بالنسبه للبشره ديالنا. ودابا غنبداو على بركه الله. كيف ما قلت لكم عندي بيضه، غناخذ الابيض ديال البيض وناخذ شي ملعقه ونبدا نحركو، كنحركو مزيان بهذه الطريقه. صافي، ونبدا على بركه الله. عندي بانسو واكيد عندي كلينيكس الورق، وغنبداو على بركه الله نطبقوا البياض ديال البيض على البشره ديالنا بهذه الطريقه. كندهنوا البشره ديال الوجه ديالنا، واكيد قبل اي ماسك ضروري انكم تكونوا غسلتوا الوجه ديالكم تنظفوه عاد تطبقوا الماسك ديالكم. صافي، كندهن الوجه ديالي كامل بالبياض ديال البيض، واكيد عندي كلينيكس فانا قطعته بهذا الشكل. صافي، وكنبدا نقدو على الوجه ديالي. وندهن البياض ديال البيض ونستمر، ونوضع الورق، وكنحاولوا اننا نثبتوه، ونكمل نستمر. فاكيد فانني قطعت الورق بالمقص من قبل. صافي، كنقادوه مزيان وكندهنوا بالبياض ديال البيض حتى من فوق الورق باش يثبت لينا مزيان. اكيد غنوضع حتى فوق الجبهه، فانا كنوريكم وانتم قدوه مزيان. فانا مع الزيف يعني غتصايبوه على الوجه ديالكم بالكامل. بصراحه فهو ماسك زوين بزاف البنات، فهو كيوقينا من التجاعيد. صافي، نخليه ينشف ونرجع معاكم. ودابا حبيباتي بعد ما نشف، صافي غنبدا نحيد البابي كيف ما كتشوفوا معايا، كيكون لاصق على الوجه، وكنبقاو نحيدوه بشويه. فهو كينظف لنا البشره ديالنا من العمق، كيحيد لنا داك الزغب الرقيق ولي بوانواغ. بصراحه زوين بزاف للبشره ديالنا. وكيكون هذا هو الماسك ديالنا الاول، بصراحه فهو رائع. وغنمروا ان شاء الله الماسك الثاني اللي هو مبيض، وكيهنينا من جميع مشاكل البشره. بصراحه فهو كينقي لنا البشره ديالنا بواحد الشكل زوين بزاف، غير داوموا عليها البنات. دابا حبيباتي غنوجدوا الوصفه الثانيه لتبييض الوجه، بصراحه هي وصفه رائعه ومفيده بزاف للوجه، غير داوموا عليها واكيد غتعطيكم واحد النضاره وواحد الاشراقه رائعه، ولكن خاصكم داوموا عليها. عندي حليب بودره، والرز مطحون، والحمص مطحون، والنشا، النشا ديال الذره، واكيد عندي هنايا دانون طبيعي باش غنخلطوا الوصفه ديالنا. ودابا على بركه الله غنوجدوا الوصفه ديالنا. غناخذ ملعقه صغيره
ديال الحليب بودره وملعقه صغيره ديال النشا، اكيد ملعقه صغيره ديال الرز مطحون، وملعقه صغيره ديال الحمص مطحون. بصراحه هاد الوصفه زوينه بزاف. وهنا عندي دانون طبيعي بدون سكر، وغنخلط الوصفه. وغنضيف دانون والخليط ديالنا، نصيبوه على شكل كريمة. ونطبقوه على اليدين والوجه والرقبة. بصراحة غير داوموا عليه، فهو ماسك رائع، فهو كيحارب كيحيد لنا ليطاش مع مرور الوقت، وكينقي لنا البشرة ديالنا من الضربات ديال الشمس. صافي دابا غنمروا باش نطبقوا. ودابا على بركة الله غنطبق معكم الماسك على الوجه ديالي. صراحه الماسك زوين وكيعطي واحد النتيجه زوينه. المهم هو المداومه يا البنات. صافي كتطبقوه على الوجه ديالكم كامل. صافي كتطبقوه على الرقبه ديالكم وعلى اليدين ديالكم. صافي وتخليوه مده ربع ساعه حتى ينشف لكم على الوجه ديالكم وتغسلوه. المهم نخليه ينشف. وحاولوا ما تبقاوش تهضروا ملي كديروا اي ماسك، ما تبقاوش تهضروا باش تتفادوا التجاعيد. ابقوا معايا. ودابا الماسك ديالي ينشف كيف ما كتشوفوا معايا. صافي غنغسلو بالماء بارد ونرجع معكم. ودابا حبيباتي بعد ما ساليت بصراحه البشره كترجع رطبه ونقيه. بصراحه وصفه رائعه للتبييض، كتعطينا واحد الاشراقه زوينه يا البنات. غير جربوا هاد الوصفات وداوموا عليهم. وكنقول لكم دائما بعد اي ماسك ضروري انكم ترطبوا البشره ديالكم كريم ايدغاطا. اي كريم عندكم متوفر عندكم في البيت ديالكم تستعملوه ترطبوا به البشره ديالكم، اولا لكان بالنهار ضروري انكم تستعملوا واقي شمسي. اوكي يكونوا هادو هما لي ماسك اللي تشاركت معكم هذا النهار. بصراحه ماسكات زوينين بزاف وكيعطيونا نتيجه زوينه بزاف، واكيد بعد المداومه يا البنات. ودابا غنرسم الورد. صافي كيكونوا هادو هما الماسكات اللي شاركت معكم اليوم. بصراحه فهما رائعين بزاف، فجربوهم بصحتكم وراحتكم. ودابا كنقول لكم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء باذن الله.